عليكم. انا قمر سلام. ايش اسمك يا احلى واحد في العالم؟ محمد ياس سيف العباسي. يا محمد انت كيف حالك؟ تمام مرتاح الحمد لله. والله الحمد لله. الحمد لله ربي يعطيك العافيه يا محمد. كي ادمي وابي والحمد لله. تشقى على امك وابوك يا محمد؟ ايش تبي يا محمد؟ مصاحف. مصاحف؟ طيب بكم المصحف يا محمد؟ محمد بكم المصحف؟ أحياناً 1005، أحياناً 1000، أحياناً 5، أحياناً هدية أنا أهديها. بلاش أحياناً يعني هدية؟ هدية. والله ما عاد أنا داري ما أقول لمحمد. الأمانة أنه أحلى واحد قابلته في المقابلات حقي كامل من أول ما فتحت القناة محمد. محمد أنا أسألك سؤال، أنا في دالك يا محمد، بسألك سؤال. إذا جاوبت السؤال صح يا محمد تأخذ مني على طول جائزة نقدية، تمام يا محمد؟ بس لو جاوبت غلط يا محمد عتديني مصحف مجانا. يهني كذبك يا جماعة، فيه كرم غير طبيعي والله العظيم. يا الناس المرتاحين، الناس المرتاحين انظروا لهذول الناس. يا محمد عد لي من 1 إلى 10 الأعداد الزوجية، إن شاء الله ما كنت صعبت عليك السؤال. لا سؤال سهل يا محمد. 2 4 6 8 10. حبيب قلبي يا محمد تستاهل تحية. أنا أفدالك يا محمد أكرم، أنا أفدالك يا محمد، تستاهل الجائزة بكل جدارة، وألف مليون مبروك يا محمد. مسك الهدية، ربي يرزقك يا محمد. قول آمين. كلمة ما تشي تقول يا محمد. يا أخواني ادعموا الناس اللي فقراء والمهدقين مثلا أنا، لأنا فقير ولا مهدق، بس أحب أرسل كلمة للأغنياء إنهم يندعوا للفقراء. يجي موت ولن يجي الموت، يجي موت ولن يجي الموت. والسلام عليكم ورحمة الله. أحلى رسالة من محمد. محمد يقول لكم هو مش فقير وهو مش محتاج، بس ادعموا الفقراء وادعموا المحتاجين. ومحمد بيقول لكم انه بيجي موت، وبكرة بعد بكرة الشخص حي، بكرة بعد بكرة الشخص مات. ربنا يسعدك يا محمد. محمد يعطيني هدية، أنا أفدى لك يا محمد. الله يحفظك يا حبيبي، الله يسعدك يا محمد.